يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ما من شيء في البحر إلا ويمكن أن يكون في البر. لن أجعله يستهزئ بي أكثر من ذلك، سأرد له الكيل كيلين. وفقك الله يا أبا السعد وأعادك إلي بربح وفير. سأذهب إلى حكيم الزمان خلف الجبال السبعة، سوف أعمل بوصية أبي لعل وعسى. أتضيع مني بهذه البساطة؟ لابد أن هناك من فعل ذلك متعمدا، ولكن من هو؟ من هو؟ أيتها المرأة الطيبة، لا داعي للخوض في الأسباب، لقد بلغت مرادك وحققت هدفك، فدعيني لعملي. ستأخذ 1000 دينار مكافأة لك، 100 ناقة، وستعيش بيننا معززا مكرما. أعانك الله يا سيدي، فأنت تفعل الخير ولا تطلب على ذلك مالا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في سالف العصر والأوان رجل يسمى عمار، وكان يعمل شهبندر للتجار ورئيس للكبار والصغار، وكان محبوبا جدا، ولم يكن فيه إلا عيب واحد، وهو سريع الغضب. سيدي شهبندر التجار، ما وراءك يا أمين الديار؟ ولماذا أتيتني هذه الساعة وفي مثل هذه الصورة؟ مجموعة من تجار المدينة مصممون على مقابلتك في التو. وما الغريب في هذا؟ ألا شهبندر التجار ومن حقهم أن يقابلوني في أي وقت يحبون، كما أنه من حقي أن أقابلهم وأجتمع بهم في أي وقت أشاء، هذا حقهم وهذا واجبي نحوهم. كنت أود عدم إزعاجك وحاولت أن أحل لهم مشاكلهم ولكنهم رفضوا. لا تفعل هذا مرة أخرى يا أمين الوديان، فأنا لا أحب أن يكون هناك حاجب بيني وبينهم، أفهمت؟ فهمت يا سيدي شهبندر التجار. إذن دعهم يدخلون في التو واللحظة، فلا بد أن الأمر جد خطير. هيا. سمعا وطاعة. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضلوا استريحوا يا سادة. خيرا إن شاء الله، ما الخطب يا قوم؟ لقد مر هلال وراء هلال ولم تصل القافلة من الصحراء القاحلة، ونخشى أن تكون قد أصيبت بالأخطار أو تفرقت بسبب الزوابع والأمطار. لقد سمعنا أن اللصوص قد سرقوها وأخذوا منها البضائع والأموال. لا تقلقوا يا قوم، اطمئنوا، سأرسل بعض الجنود والأتباع ليعرفوا سر القافلة. المهم ألا تقلقوا أنتم، فليس القلق من الإيمان في شيء، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. القافلة وصلت، القافلة وصلت، القافلة وصلت. الحمد لله
والشكر لله على وصول القافلة بسلامة الله. لولا ثابت بن مروان لضاعت القافلة. لقد حارب اللصوص بشجاعة حتى مزق جمعهم وشتت شملهم، فعادت القافلة سالمة بفضل الله أولا، وبفضل شجاعته وبسالته ثانيا. وكيف عرفتم هذه الأخبار؟ أخبرنا بهذا رئيس القافلة، وقد تركنا التجار حوله في سوق المدينة، وجئنا بهذا الرجل الشجاع لنزف البشارة إليك. أنت إذن ثابت بن مروان؟ نعم. أغريب أنت عن البلدة والديار؟ بل أعيش هنا منذ فترة ليست بالقصيرة وليست بالبعيدة. أنت صاحب فضل إذن. الفضل لله وحده، نستمد منه القوة ونحن في الصحراء الصفراء. جميل جميل، قل لي يا ابن مروان، هل كانت الرحلة شاقة؟ كانت شاقة لبعدنا عنك وانشغالنا عليك، وكانت موفقة إذ لحقنا بك في نهايتها. عظيم، أنت لست فارسا بالسيف والرمح فقط، بل إنك أيضا حسن البيان وفصيح اللسان. أشكرك يا سيدي على هذا المدح، وإن كنت أرى أن ما فعلته ليس إلا واجب تحتمه علي الإنسانية، واجب لأخي الإنسان. شكرا لك أيها الرجل الكريم الشهم الشجاع. قل يا ثابت، أتختار أنت مكافأتك أم أختارها أنا لك؟ مكافأتي يا سيدي رضاؤك عني ورضائي عن نفسي. بارك الله فيك. من اليوم سأصدر قرارا بتعيينك مستشارا خاصا لي وأميرا للديار، وسأرفع القرار إلى سيدي حكيم الزمان للموافقة عليه. لابد أن أصنع الفتنة بين شخبندر التجار وبين هذا الرجل الغريب. لقد أصبح الرجل الأول عنده، وأنا أصبحت على الهامش. أصبح هو القريب وأنا الغريب، أصبح هو كل شيء وأنا لا شيء. وكلما حاولت أن أبدي رأيي في شيء نهرني. عظيم، أنت لا تتكلم إلا حينما يطلب منك الكلام. أهلا أهلا، تفضل. شكرا. تفضل، أدام الله فضلك. تفضل يا أمين الديار، فالدار دارك. أشكرك. هل أنت سعيد بمصاحبتي حقا؟ بالطبع، وكنت أود أن أتعرف عليك منذ فترة بعيدة، لكني أشعر بشيء غريب. وما هو؟ أشعر أن في قلبك شيئا من ناحيتي، وأن على لسانك حديثا تريد أن تفضي به إلي. أصدقك القول. نعم، أريد أن أحذرك. تحذرني؟ أخشى عليك من بطش شهبندر التجار، فهو يريد الفتك بك. الفتك بي؟ أنا؟ لماذا؟ أنا أعمل بكل إخلاص، ولما أقترف إثما أستحق عليه العقاب. هل تشك في إخلاصي لك؟ بل بدأت أشك في نفسي، أشك في الإخلاص نفسه. متى كان الغدر ثمنا للوفاء؟ متى كان العقاب ثمنا للإخلاص؟ لا بد أن أواجهه وأعرف منه كل شيء. أنت رجل متهور، أنت تعترف أني أعرفه أكثر منك. كل ما أريده منك ألا تتمادى في ثقتك له. وماذا تريد مني أن أفعل؟
نعم، سنتحدث ونتفاهم. أمعقول هذا؟ أنا لا أكاد أصدق. ماذا تقول؟ الحقيقة يا سيدي شهبندر التجار، أقول الحقيقة التي أخفيت قلبك عنها. وما هي؟ ثابت بن مروان كسب ثقتك بحماية القافلة لأنه يطمع في الاستيلاء على قافلة كبيرة. كيف؟ لقد اتفق مع اللصوص على سرقة القافلة عند سفرها بحجة حمايتها. إنه لص خطير يا سيدي شهبندر التجار. ما دليلك؟ سيطلب منك بنفسه أن يسافر مع القافلة عند سفرها. لقد رأيته بعيني رأسي وهو يتفق مع اللصوص. سأتحرى الأمر بنفسي، وإياك أن تخبر أحدا بما دار بيننا من حديث. سمعا وطاعة يا سيدي شهبندر التجار، سمعا وطاعة. سأعمل بنصيحتك وأطلب منه السفر مع القافلة. وبهذه الطريقة تتقرب منه وتكسب ثقته بحماية القوافل. هذا خير لك من الجلوس معه والمصامرة. بل إنني أحب الأسفار ولا أستطيع الاستغناء عن السفر. مصمم أنت إذن على السفر؟ أجل، وأرجو أن تسمح لي به. إذن كل ما وصلني عنك صحيح؟ نعم. هل تقول شيئا يا سيدي شهبندر التجار؟ لا 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 شيء. هل لك أن تلبي طلبي عن رضا وطيب خاطر؟ كل الرضا يا عزيزي، ولكن لي طلب أرجو أن تلبيه قبل سفرك. سمعا وطاعة لكل أوامرك يا سيدي. أعط هذه الرسالة للصراف لتأخذ مكافأتك نظير إخلاصك. ولكن أنا نفذ ما أمرك به. سمعا وطاعة يا سيدي. ولكن حذاري أن تضيع منك هذه الرسالة. أعطها للصراف بنفسك، فالمكافأة لحاملها. صديقي، أهلا بك. ماذا فعلت؟ خيرا، لقد وافق على سفري وأعطاني هذه الرسالة لأقدمها للصراف. الصراف؟ نعم. إذن لابد أنه يريد مكافأتك. قال لي ذلك، وقال لي أيضا المكافأة لحاملها، وأنا لا أريد مكافأة على عمل أشعر أنه واجبي. إذن أنت لا تريد المكافأة؟ لا، وما زلت لا أقبلها، لكنه أمرني بالتنفيذ ولم يعطني فرصة للرفض. لا تشغل بالك، هات الرسالة وأنا أعيدها إليه. ولكني أخشى أن يعتبر رد المكافأة إهانة. لا 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 لا, لا تخشى شيئا. سأقول له عنك ما فيه الكفاية، وستزداد مكافأتك ومنزلتك عنده. أترك لي تسوية هذا الموضوع. أشكرك يا صديقي أمين الوديان، أنا دائما أثقل عليك. لا تقل هذا، فنحن أصدقاء، وواجب الصداقة يحتم بل ويفرض علي خدمتك. مصحوبا بسلامة الله. بارك الله فيك. في رعاية الله. المكافأة لحاملها، وأنا الآن حاملها.
إذن سأذهب بها إلى الصراف فورا. عزيز الصراف، أرجو أن تكافئ حامل هذه الرسالة بجلده 50 جلدة على قدمي. شهبندر التجار. سأصرف لك المكافأة في الحال. إلي بها حالا، فإن سيدي شهبندر التجار رجل كريم، كريم جدا، وأنا سأطبق كرامه عليك. هيا اخلع حذاءك. نعم، اخلع حذاءك. وما صلة الحذاء بالمكافأة؟ أوصاني سيدي شهبندر التجار في رسالتي أن أتأكد من نظافة قدميك حتى تشعر بالمكافأة ويكون إحساسك بها شديدا. اخلع حذاءك. يا لها من شروط غريبة لصرف المكافأة. أين المكافأة إذن؟ سأعطيها لك عدا ونقدا حالا. وكم المبلغ؟ 50. يا له من رجل كريم. 50؟ نعم، وسترى الآن مدى كرمي. هيا 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 هيا. ما 50 جلدة. كفى. يا أمين الأوديان، يا أمين الأوديان، أنت؟ نعم. ألم تذهب إلى الصراف؟ لا، بل ذهبت إلى داري لأودع أهلي استعدادا للسفر، وجئت أصافحك قبل سفري. وأين أمين الأوديان؟ أعطيته الرسالة ليردها إليك. نار، نار في قدمي. لماذا تفعل هكذا؟ وأين كنت؟ كنت أصرف المكافأة نيابة عن. أشعر أن قدمي ثقيلة، إنها تشتعل. تشتعل؟ لقد فهمت الآن كل شيء، ولكني أحب أن أسمع الحكاية كلها منك أنت. أنا أستحق كل ما حدث. لقد حفرت الحفرة له ووقعت أنا فيها، هذا هو جزائي. لقد حذرني منك وطلب مني أن أتركك وأسافر. أنا السبب، أنا السبب. جزائي من جنس عملي. سامحني، سامحني، سامحني يا سيدي شهبندر التجار. لا، لن أسامحك. خذه الآن إلى الغابة واتركه هناك لتأكله السباع والضباع، نظير هذه الوقيعة التي كادت تودي بحياتك أنت، ولكن الله نجاك لطيبة قلبك وأوقعه فيها لأنه خبيث وحقود. هيا. ولكن يا سيدي شهبندر. نفذ ما أمرك به، قلت لك هيا. أنا على وشك الموت. لحظة واحدة. نار نار.
يا لها من مكافأة، يا لها من مكافأة مجزية، وأجمل ما فيها أنك تشعر بها في التو واللحظة. أقول له 50 دينارا، يقول لي 50 جلدة. اخلع الحذاء، لقد خرجت من عنده أطير كالعصفور، لقد شعرت بالفصول الأربعة. الفصول الأربعة، لقد تم وثاقي في فخر وكبرياء. وعندما رفعوني إلى أعلى شعرت أنني أستظل بظل إحدى أشجار الزيتون في يوم صيف شديد الحرارة. وعندما رفع العصا إلى أعلى شعرت بسحابة ممتلئة بالماء على وشك السقوط في يوم برد شديد. وعندما اقتربت العصا من قدمي شعرت بهواء الربيع الجميل العليل. وعندما التصقت العصا بقدمي شعرت بالخريف. لا، ليس الخريف، تشعر وكأن الفصول الأربعة كلها وقد اتحدت ضدك. يا قدمي، لا قوة إلا بالله. هيا أتضحك، هيا هيا بنا، اذهب بي إلى الغابة واتركني هناك لألقى مصيري وحدي. هيا هيا هيا. السلام عليكم يا سيدي شهبندر التجار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تركته في الغابة لمصيره؟ نعم يا سيدي، ستأكله السباع والذئاب والضباع لا محالة. اسمح لي أن أقول رأيي بصراحة ووضوح يا سيدي شهبندر التجار. تكلم، ما الذي تريد أن تقول؟ أنت مخطئ في حقه وحقي وحق نفسك، وتسرعت فيما فعلته معي ومعه، والمثل يقول في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. أفصح يا رجل عما تقول. صحيح أن أمين الوديانِ قد نجح في الوقيعة بيني وبينك، لكن كان لابد لك من التروي والتأكد من هذه الوقيعة قبل أن تصدر حكمك بجلده 50 جلدة. وصحيح أن أمين الوديان قد نالها على قدميه جزاء فعله، لكنك تسرعت يا سيدي شهبندر التجار واتخذت القرار في لحظة الغضب، وكان لابد لك أن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله. يقول سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. استغفرك يا رب، استغفر الله العظيم. ربما يكون أمين الوديان قد أخطأ، لكنه سرك الأمين منذ وقت طويل، وكان يمكن لك أن تعاقبه على هذه الغلطة، خاصة وأن هذه هي غلطته الأولى وقد نال عنها جزاءه. لكنك تسرعت يا سيدي وحكمت عليه بالموت في الغابة، وهذا كثير، وتسرع، تسرع لن يصيبك منه يا سيدي شهبندر التجار إلا الندم. أنا أشعر الآن بالندم وسألحق به في الغابة. لا داعي للعجلة أيضا، فأنا لم أنفذ أمرك، وأمين الوديان حي وموجود بالخارج. حسنا فعلت يا صاحبي، بارك الله فيك. لو لم تفعل لعشت حياتي كلها مع الندم. سأناديه بعد إذنك. أرجوك.
يا أمين الوديان. لقد برضت قدماي. أرجوك يا سيدي شهبندر التجار، أرجو منك السماحة والمغفرة. سنطلبها جميعا من الله رب العالمين. صحيح، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. ربي اللهم اكفنا شر التسرع والغضب. ومنذ هذا اليوم يا أولادي والثلاثة أصدقاء، وفي أحد الأيام تعرض الثلاثة لموقف واحد. لماذا لم يحضر أمين الوديان؟ لقد أرسل يعتذر يا سيدي لانشغاله ببعض الأمور. يعتذر؟ وما الذي يشغله عن حضور مجلسي؟ لا بد أنه تكبر وتعظم، ويبدو أن مجلسنا لا يروق له. ونحن يا سيدي يمكن أن نتهاون في حقنا، ولكن حقك أنت يا سيدي شهبندر التجار. ترسل إليه مرتين ولا يلبي نداءك؟ ألا يعبأ بك إلى هذه الدرجة؟ سيكون لي معه شأن آخر. يبدو أنه فسر حبي له على أنه ضعف مني، ولكني سأعرف كيف أتصرف معه. مساء الخير يا أمين الوديان. مساء الخير يا أمين الديار، أهلا ومرحبا بك، تفضل فالدار دارك. قد جئت إليك في أمر هام، ولولا حبي واحترامي لك ولشهبندر التجار ما جئت إليك في هذه الساعة. وما هو الأمر؟ لماذا تخلفت عن حضور مجلسنا الليلة؟ لقد أرسل إليك شهبندر التجار مرتين. كما ترى فأنا مشغول بتقسيم محتويات القافلة على أصحابها من التجار. بيته يعرف ما أنت فيه من عمل. ماذا تعني؟ إن تأخيرك عنه قد جعله يغضب بعض الشيء، كما أن بعض الحاضرين قد زادوا الطين بلة. أنت تعرف أن البعض يروق لهم أن يصطادوا في الماء العكر، فخذ حذرك. هل عاد شهبندر التجار إلى تسرعي مرة أخرى؟ أمن المعقول أن ينسى إخلاصي له في لمح البصر؟ إن الله سبحانه وتعالى يعلم مدى حبي وإخلاصي له. هون عليك يا صديقي، رعاك الله وسدد خطاك. إنما أردت بإخبارك أن أنبهك لتحتاط فقط. شكرا لك لإخبارك لي ما حدث ولحسن نصيحتك. أتركك تعمل في سلام. مصحوبا بسلامة الله. أشكرك، السلام عليكم. وعليكم السلام. أمين الوديان بالخارج ويريد مقابلة سيدي شهبندر التجار في التو واللحظة. أمين الوديان الذي دفعه إلى المجيء إلي في مثل هذه الساعة المتأخرة. عموما دعه يدخل. تفضل. ما وراءك يا أمين الوديان؟ ما الذي أتى بك إلي في مثل هذه الساعة المتأخرة؟ سيدي شهبندر التجار، أنا أقل من أن يشكوني سيدي شهبندر التجار إلى أحد. أفصح يا أمين الوديان،
بلغني كل ما دار في مجلس التجار. ومن الذي أبلغك بما يدور في مجلسه؟ أرجو أن تعفيني، بلغني أنك غاضب علي. صحيح أنك أرسلت لي مرتين ولم أحضر، ولكنني كنت مشغولاً بتقسيم القافلة التي وصلت حتى يعرف كل تاجر نصيبه منها. ليس الأمر كما بلغك يا أمين الوديان، وليس ما قلته إلا جملة بسيطة في حديث طويل كنت سأبلغك به فيما بعد. اطمئن يا أمين الوديان، ليس لك عندي إلا ما تحب، فأنا أعلم الناس بوفائك وإخلاصك ونزاهتك. خاصة منذ أن ضربت على قدمي وأنت أدرى يا سيدي شهبندر التجاري بهذه القصة. أعلم هذا يا أمين الوديان. كانت علقة تنس. ولكن فليحسن ظنك وليطمئن بالك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد أن أعرف من الذي يوشي بي عنده، حتى ولو اضطررت إلى معاقبة جميع أعضاء المجلس. السلام عليكم يا سيدي شهبندر التجار. وعليك السلام يا أمين الديار. جعل الله أيامك كلها سعادة يا سيدي شهبندر التجار. ماذا يشغلك ويجعلك هكذا غير منشرح الصدر؟ أعضاء المجلس يا ثابت. ماذا تعني؟ أما سمعت ما كنا فيه أمس من ذكر أمين الوديان؟ نعم نعم. ذهب بعض من كان في المجلس وأخبره بما قلته عنه، فجاءني الرجل مكسور الخاطر مهموما، أخذت أعتذر له أعذارا تبين منها خجلي. هل أنت على ثقة تامة من أن أحد أعضاء المجلس قد نقل الكلام عنك إلي؟ بالطبع، ولا بد أن أعاقبه، وإن لم يعترف أحد منهم سأعاقب المجلس جميعا. لا تتعجل الأمور يا سيدي، فربما لا يكون أحد منهم قد نقل الكلام عنك إليه. لا 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 يا ثابت، لا، الكلام دار هنا بعدها بساعات، جاءني الرجل، فمن يكون نقل الكلام إذن؟ أنا. أنت؟ نعم أنا. وما الذي حملك على ذلك؟ الإخلاص والوفاء له ولك. خفت على صداقتكما أن يقتلها التسرع والغضب، وخفت أن ينقل إليه الخبر أحد غيري فتزداد هوة الخلاف بينكما. ولما كنت أحب الخير للجميع ووجدتك غاضبا عليه من شيء فعله، فقد أسرعت إليه وأخبرته في تلطف أن يصلحه. هذا هو كل ما في الأمر، وأعتقد أني لا ألام على ما فعلت. بارك الله فيك يا أخي، لقد أنقذتني للمرة الثانية من التسرع والغضب، ولولا صدقك لاتخذت بعض القرارات الغاضبة الخاطئة كنت سأندم عليها أشد الندم. لذلك صارحتك على الفور حتى لا تتسرع في اتخاذ القرار، وكما كنت أقول لك دوما، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. والآن يا أحبائي الصغار، إليكم ابتسامة بالكلام قبل الختام. كان جحا يدعو الله أن يرزقه بألف دينار، وذات ليلة رأى رجلا في منامه يعطيه 900 دينار، فرفض أن يأخذها إلا 1000 كاملة. فلما قام من النوم ندم، ولكنه غطى وجهه وتظاهر بالنوم وقال:
لا بأس، هات 900 دينار. والآن يا أحبائي إلى اللقاء مع حدوتة أخرى من حواديت زمان.